بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من المجالس التي يعقدها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند في شرحه لرسالته المسمات بالجامع في صفة الوضوء. قال حفظه الله تبارك وتعالى تحت المطلب السادس في واجبات الوضوء، قال: الثالث مسح الرأس ومنه الأذنان. مسح الرأس مما لا خلاف في وجوبه، والإجماع منعقد عليه، واتفقوا على استحباب تعميم مسحه، وإنما اختلفوا في المقدار المجزئ على أقوال أشهرها: القول الأول يجب مسح جميع الرأس، وهو مذهب المالكية والحنابلة، واختيار البخاري وشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا ابن باز، واستدلوا بالسنة المستفيضة عنه صلى الله عليه وسلم بتعميم مسح رأسه في الوضوء، فإن الذين نقلوا وضوءه ذكروا أنه يعم رأسه بالمسح، ولم يذكر أحد منهم أنه اقتصر على بعضه، ففعله صلى الله عليه وسلم مفسر لقوله تعالى في آية الوضوء: وامسحوا برؤوسكم، وليست الباء في قوله برؤوسكم للتبعيض، وإنما هي للإلصاق، وهي نظير قوله تعالى في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فإذا كانت آية التيمم لا تدل على مسح البعض مع أنه بدل عن الوضوء، فكيف تدل على ذلك آية الوضوء مع كون الوضوء هو الأصل؟ القول الثاني: الواجب مسح مقدار الناصية، فلو مسح قدرها من وسطه أو من أي جانب منه أجزأ، وهو مذهب الحنفية ورواية في مذهب الحنابلة. واستدلوا بما يلي: أولاً قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، ووجهه أن الباء للتبعيض، وذلك يفيد الأكثر أو المقصود من الشيء، ويفسر مقدار المسح فعله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته، ومسح على الخفين والعمامة، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم لمقدار الناصية بياناً للمفروض من مقدار المسح. الثاني: أن المسح موضوع على التخفيف، بدلالة أنه لا يبلغ بالماء أصول الشعر، فدل على أنه لا يوجب الاستيعاب. القول الثالث: الواجب منه أن يمسح ما يقع عليه اسم المسح وإن قل، وهو مذهب الشافعية، واستدلوا بقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، ووجهه أن من مسح من رأسه شيئا فقد مسح برأسه، ولم تحتمل الآية إلا هذا، ودلت السنة كما في حديث المغيرة رضي الله عنه على أن ليس على المرء مسح الرأس كله. وإذا دلت السنة على ذلك، فمعنى الآية أن من مسح شيئا من رأسه أجزأه، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم مسح كل الرأس في معظم الأوقات بيانا لفضيلته، واقتصر على البعض في وقت بيانا للجواز. قال شيخنا حفظه الله: والراجح القول الأول، فإن خلاف العلماء في معنى الباء في قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، يبينه فعله صلى الله عليه وسلم الدائم بتعميم مسح الرأس، أما اقتصاره صلى الله عليه وسلم على مسح الناصية في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فإنه كان مسحا على العمامة، ومسح ما ظهر من شعره تبعا. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح بناصيته
كمل على العمامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين ورسول رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالثالث من فروض الوضوء وواجباته مسح الرأس، ومنه الأذنان، ودلالة هذا الواجب ظاهرة من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فقد قال الله جل وعلا في الآية السادسة من سورة المائدة، وهي الآية التي تسمى بآية الوضوء، قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. فهذا أمر منه جل وعلا بمسح الرأس، ولا خلاف في وجوب مسح الرأس، لم يخالف في هذا أحد، وإنما وقع الخلاف في المقدار المجزئ الذي إذا مسحه المتوضئ فقد جاء بالواجب، على ثلاثة أقوال. القول الأول هو قول ومذهب المالكية والحنابلة أنه يجب مسح جميع الرأس، وهذا هو الذي عليه المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له. والدليل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كل الذين نقلوا وضوءه، صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، مسحوا جميع الرأس، وهذا يدل أي السنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الواجب تعميم الرأس بالمسح. وأيضا في قول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا للإلصاق وليست للتبعيض على هذا القول، وقالوا هذا على نحو قول الله جل وعلا في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. هل تقولون في التيمم أنه يجزئ مسح بعض الأيدي وبعض الوجه؟ الجواب لا، مع أن الله جل وعلا قال وامسحوا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم في التيمم، فإذا كانت الباء بوجوهكم هي للإلصاق وليست للتبعيض، وهذا في التيمم مع أنه بدل، ففي المبدل الأصل وهو الوضوء من باب أولى أن الباء للإلصاق وليست للتبعيض. والقول الثاني وهو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة بأن الباء للتبعيض، وأنه يكفي مسح بعض الرأس، والواجب هذا البعض هو مقدار الناصية، ناصية الرأس، سواء كانت الناصية أو بمقدارها في الوسط أو بمقدارها في أي جزء من الرأس. وقالوا إن قول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم أي ببعض رؤوسكم، واستدلوا بحديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم توضأ فمسح بناصيته ومسح الخفين والعمامة.
واستدلوا أيضا بالمعقول، فإن المسح تخفيف، ولذلك لم يؤمر المسلم بغسل رأسه وإنما بمسحه، وليس عليه أن يمسح أصول شعره، لأن المسألة مبنية على التخفيف، فدل قالوا على أنه لا يجب الاستيعاب. والقول الثالث وهو مذهب الشافعية أن الواجب مسح ما يقع عليه اسم المسح وإن قل، فالإنسان إذا مسح ولو بعض رأسه فصدق عليه أنه مسح فهذا يجزئ ويكفي في مقدار الواجب. وقالوا إن الآية قالت وامسحوا برؤوسكم، فأي مسح مسح يصدق عليه مسمى المسح فهو مجزئ ويكفي عن الواجب. والراجح من هذه الأقوال الثلاثة هو القول الأول الذي دلت عليه السنة المستفيضة من قول النبي صلى الله من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند وضوئه. والسنة تفسر القرآن، فإذا أتينا إلى قول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم وأردنا أن نعرف كيف يكون المسح للرأس، وهل الباء للإلصاق أو للتبعيض، فإن ننظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي داوم عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام ما توضأ إلا عمم رأسه بالمسح، وكل الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفة وضوئه نقلوا لنا تعميم الرأس بالمسح، والسنة مفسرة للقرآن. وأما حديث المغيرة باقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على المسح على الناصية فإنما هذا كان لأنه عليه الصلاة والسلام قد لبس العمامة فمسح الشعر الذي ظهر من دون العمامة وهو الشعر الذي كان على الناصية، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشعر لأنه هو الذي لم تشمله العمامة ولم تغطيه العمامة، وقد مسح على العمامة صلى الله عليه وسلم ومسح على الشعر الذي كان على ناصية عليه الصلاة والسلام، فليس في هذا دليل على اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على مسح الناصية مع ترك بقية الرأس المكشوف لم يمسح، ليس هناك دليل على هذا. ولذلك قال ابن القيم لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولو كان ذلك قد حصل منه من النبي صلى الله عليه وسلم لنقل، لكن إنما مسح بالناصية ليكمل بذلك المسح على العمامة لأنه كان قد مسح على العمامة. وهذا هو القول الراجح الذي عليه الدليل. نعم. قال شيخنا حفظه الله صفة المسح كيفما مسح الرأس أجزأ بيد واحدة أو بيدين. قال القرطبي رحمه الله والإجماع منعقد على استحسان المسح باليدين معا وعلى الإجزاء إن مسح بيد واحدة انتهى، إلا أن المستحب أن يبدأ المسح بيديه من مقدم رأسه ثم يمرقهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه، فهذه مسحة واحدة، لأن المسحة في الذهاب للشعر في مقدمه والرجوع للشعر في مؤخره كما جاء في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها عبد الله بن زيد رضي الله عنه ثم مسح رأسه بيديه
فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. قال الزركشي رحمه الله: صفة المسح أن يضع أحد طرفي سبابتيه على طرف الأخرى ويضعهما على مقدم رأسه، ويضع الإبهامين على الصدغين، ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى مقدمه، انتهى. قال شيخنا حفظه الله: وجاء في المسح صفة أخرى، وهو ما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث الربيع بنت معوذ ابن عفراء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح برأسه، فمسح الرأس كله من فوق الشعر كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته، انتهى. ولكن الحديث ضعيف. قال شيخنا ابن باز رحمه الله: حديث الربيع فيه كلام وضعف، والصواب ما جاء في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أنه بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا هو المشروع والأفضل. وإن مسح المقدم من منصب الرأس والمؤخر كذلك أو على أي كيفية أجزأ، المقصود مسح الرأس على أي كيفية فعل أجزأه، انتهى كلامه. نعم، صفة المسح بيّنها الصحابي الذي روى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه، فإنه حكى صفة مسح النبي صلى الله عليه وسلم لرأسه بأن وضع عليه الصلاة والسلام الإبهام اليمنى عند صدغ الأذن اليمنى واليسرى عند الأذن اليسرى، ويمسح بمقدم رأسه حتى قفاه، ثم يردهما إلى مقدم الرأس. هذه مسحة واحدة، أقبل بهما صلى الله عليه وسلم، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. نعم. قال شيخنا حفظه الله: وأما صفة مسح المرأة لشعرها فقد سئل الإمام أحمد كيف تمسح المرأة، فقال هكذا، ووضع يده على وسط رأسه، ثم جرها إلى مقدمه، ثم رفعها فوضعها حيث منه بدأ، ثم جرها إلى مؤخره. أما صفة مسح المرأة أن تبدأ بمنتصف الرأس هكذا كما بيّنه الإمام أحمد، وضع يده على وسط رأسه ثم جرهما إلى المقدمة، ثم رفعهما ثم وضعهما في الموضع الذي بدأ منه، ثم إلى مؤخر رأسه. تضع المرأة يدها في وسط الرأس، ثم تمسح مقدم الرأس هكذا، ثم ترجع إلى ما بدأت به، ثم تمسح مؤخرة الرأس. نعم. قال شيخنا حفظه الله: ومسح الرأس يكون مرة واحدة، وهذا مذهب الجمهور، لأن أحاديث الوضوء جاء فيها تكرار غسل الأعضاء إلا الرأس، فكلها على مسحه مرة واحدة، كما أن مسح الرأس مبني على التخفيف فلا يشرع فيه التكرار، وهكذا الممسوحات الأخرى كالجبيرة والخف والتيمم. وذهب الشافعية وهو رواية في مذهب الحنابلة إلى استحباب مسحه ثلاثة، لما في صحيح مسلم أن عثمان رضي الله عنه في وصف صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، فقوله توضأ عام يشمل الأعضاء كلها الممسوح والمغسول. وقد جاء في رواية عند أبي داود التصريح بتكرار المسح ومسح رأسه ثلاثا، وهي رواية شاذة،
قال أبو داود رحمه الله بعد إخراجها: أحاديث عثمان رضي الله عنه الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثة وقالوا فيها ومسح رأسه، ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره، انتهى. قال النووي رحمه الله: وقد سلم لهم البيهقي هذا واعترف به ولم يجب عنه، مع أنه المعروف بالانتصار لمذهب الشافعي رضي الله عنه، انتهى. قال شيخنا حفظه الله: وعلى فرض ثبوتها فهي لفظة مجملة فسرتها الروايات الأخرى التي فيها مسح رأسه مرة واحدة. أما المسح فهو مرة واحدة، وليس من السنة تكرار المسح، فإن من السنة تكرار الغسل للوجه بأن يزيد على المرة الواحدة فيمسح مرتين أو يمسح ثلاثا ولا يزيد على الثلاث. هذا في الغسل، سواء غسل الوجه أو غسل اليدين أو غسل الرجلين، فالسنة التكرار إلى ثلاث مرات، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وهذا في المغسول من الأعضاء. أما الممسوح وهو الرأس فإنه لا يشرع تكرار المسح، وإنما المسح مرة واحدة، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم خلافا للشافعية، وهو الصحيح وهو الراجح أن المسح إنما يكون مرة واحدة، وذلك أن مبنى المسح على التخفيف، فلا يكون التكرار مع مقصد التخفيف. وهذه المرة لمسح الرأس أيضا تكون في كل ممسوح، سواء كان المسح على الجوربين أو على الخفين أو على الجبيرة، فإن المسح يكون مرة واحدة ولا يكرر المسح. نعم. قال شيخنا حفظه الله: ومن الرأس الأذنان، وقد اتفق أهل العلم على مشروعية مسحهما، واختلفوا في حكم مسحهما على قولين: القول الأول أن مسحهما سنة، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية في مذهب الحنابلة، وهو اختيار ابن حزم رحمه الله، واستدلوا بما يلي: أولا بما أخرجه الشيخان أن رجلا قال لعبد الله بن زيد رضي الله عنه: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثة، ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. ووجهه أنه لما ذكر صفة مسح الرأس بداية ونهاية ولم يتعرض للأذنين علم أنه لم يمسحهما، وتركه لهما وهو في معرض بيانه لصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن مسحهما ليس بواجب. ثانيا حكاية الإجماع على عدم وجوب مسحهما. قال الطبري رحمه الله: وأما الأذنان فإن في إجماع جميعهم على أن ترك غسلهما أو غسل ما أقبل منهما على الوجه غير مفسد صلاة من صلى بطهره الذي ترك فيه غسلهما، انتهى. ثالثا من مسح الرأس مسح الأذنين، الأذنان من الرأس، والله جل وعلا قال: وامسحوا برؤوسكم، ويدخل في الرأس، يدخل الأذنان في الرأس، ولذلك لم يختلف العلماء في مشروعية مسح الأذنين، وإنما اختلفوا في حكم ذلك، والذي عليه أكثر أهل العلم أن المسح سنة مستحب وليس بواجب، لأن عبد الله بن زيد وقد
حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنه مسح بأذنيه، وترك ذلك في معرض البيان دليل على أنه لم يكن من فروض الوضوء أن يمسح الأذنين. وهذا ربما أيضا حكاه بعض أهل العلم إجماعا، أي الإجماع على عدم وجوب المسح كما جاء في الإقناع في مسائل الإجماع. والطبري رحمه الله ذكر ذلك، وأما الأذنان فإن في إجماع جميعهم على أن ترك غسلهما أو غسل ما أقبل منهما على الوجه غير مفسد صلاة من صلى بطهره الذي ترك فيه غسلهما. لكننا نعلم أن المسح على الأذنين، مسح الأذنين مشروع، وأقل أحواله الاستحباب والسنية. نعم. ثالثا، أن أكثر من ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر مسح الأذنين، والقول بالوجوب يحتاج ليقين. القول الثاني، وجوب مسحهما، وهو مذهب الحنابلة وهو اختيار شيخنا ابن باز رحمه الله، واستدلوا بما يلي: أولا، أنهما من الرأس وفرضهما المسح. ثانيا، ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس. ووجهه أن الحديث صريح في أنهما من الرأس، وقد صح مرفوعا وموقوفا على عدد من الصحابة رضي الله عنهم، فهما جزء من الرأس، فيجب أن يشملهما حكمه. وهذا القول، قال شيخنا حفظه الله، وهذا القول هو الأقرب، والله أعلم. الاستدلال بحديث الأذنان من الرأس ظاهر في مشروعية المسح، وإنما كان الاختلاف في الحكم، هل هو واجب أو مستحب. ولا شك أن فعل ذلك هو الأولى والأقرب، ولذلك الذين قالوا بالوجوب وهم الحنابلة، واختار ذلك شيخنا، اختار هذا القول شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، هو الأقرب. لكن لو ترك الإنسان مسح الأذنين فإنه قد فعل ما يرى أكثر أهل العلم أن تركه ليس بترك واجب. نعم. قال شيخنا حفظه الله: الرابع، غسل الرجلين مع الكعبين، وهذا هو الفرض الأخير من فروض الوضوء من جهة الأعضاء، وهو غسل الرجلين لقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، ويدخل في الوجوب غسل الكعبين وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم. قال الشافعي رحمه الله: لم أعلم مخالفا في أن الكعبين اللذين ذكرهما الله في كتابه في الوضوء هما الناتئان، وهما مجمع مفصل الساق والقدم. انتهى. والدليل لما أخرج مسلم من حديث نعيم بن عبد الله المجمر قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقد جاء مسح الرجلين عن بعض السلف، ولكنه قول مرجوح معارض لصريح القرآن والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم، وهي محمولة بأن المقصود منها الغسل الخفيف. قال ابن حجر رحمه الله: ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين.
انتهى. الرابع من فروض الوضوء وواجبات الوضوء غسل الرجلين مع الكعبين. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وإلى هنا بمعنى مع، كما قال الله: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. فيكون دخول الكعبين في غسل الرجلين من الواجب، وهذا هو الذي دلت عليه السنة بما نقل من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كما حكى ذلك غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث أبي هريرة عند مسلم أنه توضأ ثم من وضوئه غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، وهذا يدل على دخول الكعب، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وأما ما جاء عن بعض السلف بمسح الرجلين فمحمول على التخفيف في الغسل لا على المسح المقابل للغسل، لأن هذا مخالف لما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود بالمسح للرجلين إذا كانت مغطاة بالخف أو بالجورب فإن حقها المسح. فإن رواية أو قراءة الجر بقول الله جل وعلا: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذا في حال أن القدم مغطى. فإذا كان الإنسان قد لبس الخفين أو الجوربين على طهارة فيشرع له أن يمسح عليهما، أما إذا كانت القدم مكشوفة فحقها الغسل. نعم. قال شيخنا حفظه الله: الخامس الترتيب، ومعناه أن يبدأ المتوضئ بما بدأ الله به، فلو غسل يديه قبل وجهه لم يجزه الوضوء، ولو غسل رجليه قبل مسح رأسه لم يجزئه الوضوء. وقد اختلف أهل العلم في حكمه على قولين: القول الأول وجوب الترتيب، وهو مذهب الشافعية والحنابلة في ظاهر المذهب، وهو اختيار ابن حزم وشيخ الإسلام وشيخنا ابن باز، واستدلوا بما يلي: أولا، أن الله عز وجل ذكر الممسوح بين المغسولات، فقال الله: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فذكر الممسوح بين المغسولات يدل على أن الترتيب مقصود، فإن العرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، وهي هنا الترتيب. كما أن الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كعثمان وعائشة وعلي وغيرهم رضي الله عنهم نقلوه مرتبا، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخل بالترتيب إلا في مواضع لا إشكال فيها، مثل تقديم غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق، وهذا لا إشكال فيه لأنهما من الوجه والعضو الواحد، يجوز غسله كيفما اتفق، يبدأ من أوله أو من آخره. ثانيا، عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن ابدأوا بما بدأ الله به. القول الثاني أن الترتيب سنة، وهذا مذهب المالكية والأحناف، واحتجوا لذلك بما يلي: أولا، أن آية الوضوء جاءت بحرف العطف والموجب للجمع لا للترتيب. قال ابن عبد البر رحمه الله: والحجة لمالك ومن ذكرنا من العلماء أن سيبويه وسائر البصريين من النحويين قالوا في قول الرجل:
أعطي زيدا وعمرا دينارا أن ذلك إنما يوجب الجمع بينهما في العطاء ولا يوجب تقديمة زيد على عمر. فكذلك قول الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إنما يوجب ذلك الجمع بين الأعضاء المذكورة في الغسل ولا يوجب النسق. انتهى كلامه. ثانيا: القياس على الطهارة الكبرى. فإذا كان الترتيب لا يجب في الطهارة الكبرى إجماعا فكذلك لا تجب في الطهارة الصغرى. قال شيخنا حفظه الله: والصحيح القول بوجوب الترتيب. قال القرطبي رحمه الله تعالى: والصحيح أن يقال إن الترتيب متلقى من وجوه أربع، من وجوه أربعة. الأول أن يبدأ بما بدأ الله به، كما قال عليه الصلاة والسلام حين حج: نبدأ بما بدأ الله به. الثاني من إجماع السلف، فإنهم كانوا يرتبون. الثالث من تشبيه الوضوء بالصلاة. الرابع من مواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. انتهى. نعم. الفرض الخامس أو الواجب الخامس من فروض وواجبات الوضوء الترتيب بين الأعضاء. فلا يصح أن تقدم غسل اليدين على غسل الوجه، ولا أن تغسل الرجلين قبل مسح الرأس، وأن الترتيب بأن تغسل اليدين ثم بأن تغسل الوجه ثم اليدين ثم تمسح على الرأس ثم تغسل الرجلين، أن هذا الترتيب واجب. إذا أخل بهذا الترتيب لم يصح الوضوء. هذا هو القول الأول الذي قال به العلماء في وجوب الترتيب. والقول الثاني وهو مذهب المالكية والحنفية أن الترتيب سنة، واستدلوا أن آية الوضوء جاءت بحرف العطف واو، يعني بقول قول الله جل وعلا: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا. فالواو للجمع لا للترتيب عندهم، لكن هذا يرده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فعله مفسر لهذه الآية. كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على هذا الترتيب ولم يخل به أبدا، ولم ينقل أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا صفة وضوئه أنه أخل بهذا الترتيب المذكور في الآية. ثم أيضا هذا الترتيب مقصود، والدليل أن الممسوح جاء بين المغسولات. قال الله: فإذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فكان لو لم يكن الترتيب مقصودا لكان أن يأتي بالمغسولات ثم يأتي بالممسوح، لكن لأن الترتيب مقصود جاء الممسوح بين المغسولات. قال العلماء: ولا نعلم فائدة لوجود الممسوح بين المغسولات إلا لوجوب الترتيب. والله جل وعلا إنما بدأ بهذين العضوين قبل الرأس بالغسل ثم المسح ثم غسل الرجلين، وهذه البداية التي بدأ الله بها هو الذي يكون عليه حال المتوضئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. هذا الترتيب جاءت به الآية، فنفعل ما جاء مرتبا بقول ربنا جل وعلا. وهذا عليه إجماع السلف، فإنهم كانوا يرتبون، وأيضا واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال شيخنا حفظه الله: واعلم أن أعضاء الوضوء على أقسام. القسم الأول يجب الترتيب فيه، وهو الأعضاء الأربعة الواجبة،
والقسم الثاني لا يجب فيه الترتيب إجماعا، وهو تقديم اليمين على الشمال. والقسم الثالث وهو خاص بالوجه، فلا يجب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل بقية الوجه، ولكنه يستحب. نعم، والمقصود بالترتيب الذي هو واجب الترتيب بين الأعضاء الأربعة: غسل الوجه، ثم غسل اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين. أما الترتيب بين اليمين والشمال فليس بواجب، سنة أن يبدأ الإنسان باليمين ثم الشمال، لكن لو غسل يده اليمين قبل غسل يده، لو غسل يده الشمال قبل اليمين أجزأ، مثل لو بدأ بشق وجهه الأيسر قبل غسل الأيمن لا حرج، لو غسل رجله اليسرى قبل اليمنى لا حرج، لكن السنة البداءة باليمين، البداءة باليمين لكن ليست واجبة. فلا يجب الترتيب في تقديم اليمين على الشمال إجماعا، أجمع العلماء على عدم وجوب الترتيب بين اليمين والشمال. وهناك ترتيب مستحب وهو خاص بالوجه، أن تبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم تغسل بقية الوجه، لكن لو غسل الوجه ثم تمضمض واستنشق أجزأ، لكن السنة أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل وجهه ثم يغسل وجهه. على هذا فإن الترتيب المقصود به في إيجابه وأنه واجب، وإذا أخل به فقد أخل بوضوئه، ولا يصح هذا الوضوء، هو الترتيب بين الأعضاء، أن يغسل وجهه ثم يغسل يديه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه. نعم. قال شيخنا حفظه الله: السادس الموالاة، ومعناها الإتيان بجميع الطهارة في زمن متصل من غير تفريق فاحش، فإذا غسل وجهه فإنه يغسل بعد ذلك يديه، ولا يفصل بينهما بفاصل طويل، ولا يفصل بينهما بفاصل طويل مقداره أن ينشف الوجه، أن ينشف الوجه، أن ينشف الوجه قبل أن يغسل، قبل أن ينشف الوجه قبل أن يغسل اليدين. فيلزم المتوضي أن يوالي في وضوئه بين الأعضاء، فيغسل وجهه ثم يغسل يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه، ولا يفصل بين الأعضاء. وقد اتفق أهل العلم على مشروعيتها، وأن التفريق ليسير لا يضر إجماعا، وحده الجمهور بأن لا يمضي بين العضوين زمن يجف فيه العضو المغسول مع اعتدال الزمان وحال الشخص. فلو أنه مثلا غسل وجهه ثم غسل يديه ثم هاتفه شخص فأخذ يكلمه مدة 10 دقائق حتى نشفت الأعضاء، فإنه يستأنف الوضوء من جديد لإخلاله بالموالاة. ولكن لو اشتغل أثناء الوضوء بما يلزمه في الوضوء حتى نشفت بعض أعضائه، كأن يغسل وجهه ولما أراد غسل يديه وجد عليها صبغا له جرم، فلا بد أن يزيل هذا الصبغ، فبدأ في حكه أو في إحضار ما يزيل ويعين على إزالته، ثم أزاله في وقت نشف فيه الوجه، ففي هذه الحالة لا يلزمه أن يستأنف من جديد، لأنه كان مشتغلا بالوضوء ولم ينقطع عن وضوئه. وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من واجبات الوضوء كما سبق، فلا يضره إذا نشفت بعض أعضائه. ولو توضأ في يوم يصحبه هواء شديد فغسل وجهه، فلما أراد أن يغسل يديه نشف وجهه قبل البدء في يديه، فلا يخل هذا بالموالاة. واختلف العلماء في حكم الموالاة على 3 أقوال: القول الأول أن الموالاة سنة من سنن الوضوء، وهو مذهب الأحناف والشافعية ورواية في مذهب الحنابلة، وهو اختيار ابن حزم رحمه الله. واستدل بما يلي: أولا، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ووجهه أن الله أمر بغسل هذه الأعضاء ولم يوجب الموالاة، فكيف ما غسل فقد أتى بالمأمور. ثانيا، ما أخرجه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد، فمسح على خفيه ثم صلى عليها. ووجهه أن ابن عمر رضي الله عنهما ترك الموالاة بين أعضاء الوضوء فأخر المسح على الخفين لحين دخوله المسجد، وأنه فعل ذلك بحضرة من عنده فلم ينكر عليه. ثالثا، القياس على الطهارة الكبرى، فإذا كان الترتيب لا يجب في الطهارة الكبرى فكذلك لا تجب في الطهارة الصغرى. القول الثاني أن الموالاة القياس على الطهارة. ثالثا، القياس على الطهارة الكبرى، فإذا كانت الموالاة لا تجب في الطهارة الكبرى فكذلك لا تجب في الطهارة الصغرى. القول الثاني أن الموالاة واجبة، وأن من تركها عمدا أو نسيانا أعاد الوضوء، وهو مذهب الحنابلة. واستدلوا بما يلي: أولا، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ووجهه أن العطف بالفاء يقتضي الترتيب من غير مهلة، وعطف الأعضاء بعضها على بعض بالواو يقتضي جعلها في حكم جملة واحدة، فكأنه قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا هذه الأعضاء، كما أن الخطاب ورد بصيغة الشرط والجزاء، ومن حق الجزاء ألا يتأخر عن الشرط. ثانيا، ما أخرجه مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الوضوء كاملا لا مكان اللمعة فقط، مما يدل على وجوب الموالاة، ولو كانت غير واجبة لقال له: اغسل ما تركت. ثالثا، أن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل إلا مرتبا متواليا، ولم يخل بهذا ولو لمرة واحدة، وفعله خرج بيانا للآية الكريمة. قال الشوكاني رحمه الله: لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في وضوئه ولا عمن حكى وضوءه من الصحابة أنهم فرقوا بين الأعضاء وتركوا الموالاة بينها، بل كانوا يغسلون الأول فالأول غير مشتغلين بعمل آخر فيما بين أعضاء الوضوء، ولا واقفين بين غسل الأعضاء. فالتفريق بدعة مخالفة لما كان عليه أمره صلى الله عليه وسلم، فهي رد على فاعليها. والغسل الذي أوجبه الله قد بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله الله سبحانه ليبين للناس ما نزل إليهم، ولم يثبت عنه التفريق من فعله الدائم المستمر طوال عمره، ولا جاء في قوله ما يدل على ذلك بوجه من وجوه الدلالة. انتهى كلامه. ثالثا، أن القول بجواز تفريق الوضوء فيه عبث لا تقول به الشريعة ولا صاحبها، ولا يجوز أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل وجهه بالغداة وتمم وضوءه عند الظهر، لأن من يرى فعله الثاني يظن أن هذا القدر من الأعضاء يجزئ في الوضوء، ونحن نعلم يقينا أنه صلى الله عليه وسلم والى وتابع بين أعضاء الوضوء، ثم بين أن الله تعالى لا يقبل الصلاة إلا بذلك الوضوء. القول الثالث، أنها واجبة وتسقط بالعذر، وهو مذهب المالكية ورواية في مذهب الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد استدلوا للوجوب بأدلة من قال بوجوب الموالاة، واستدل لسقوطها بالعذر بما يلي: أولا،
أن أصول الشريعة في جميع مواردها تفرق بين القادر والعاجز، والمفرط والمعتدي ومن ليس كذلك، والتفريق بينهما أصل عظيم معتمد، وهو الوسط الذي عليه الأمة الوسط. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والذي لم يمكنه الموالاة لقلة الماء أو انصبابه أو اغتصابه منه بعد تحصيله أو لكون المنبع أو المكان الذي يأخذ منه هو وغيره كالأنبوب أو البئر لم يحصل له منه الماء إلا متفرقاً تفرقاً كثيراً، ونحو ذلك لم يمكنه أن يفعل ما أمر به إلا هكذا، بأن يغسل ما أمكنه بالماء الحاضر، وإذا فعل ذلك ثم غسل الباقي بماء حصله فقد اتقى الله ما استطاع وفعل ما استطاع مما أمر به. ثانياً، أن أدلة وجوب الموالاة لا تتناول إلا المفرط، فلا تتناول العاجز عن الموالاة. أما حديث ارجع فأحسن وضوءك فهذه قضية عين، والمأمور بالإعادة مفرط، لأنه كان قادراً على غسل تلك اللمعة كما هو قادر على غسل غيرها، وإنما بإهمالها وعدم تعاهده لجميع الوضوء بقيت اللمعة. ثالثا، أن قطع التتابع لعذر له نظائر كثيرة في الشريعة، منها أن الموالاة واجبة في قراءة الفاتحة، ولو قرأ بعضها وسكت لأجل استماع قراءة الإمام، أو لو فصل بذكر مشروع كالتأمين ونحوه لم تبطل الموالاة، بل يتم قراءتها ولا يبتدئها. ومعلوم أن الموالاة في الكلام أوكد من الموالاة في الأفعال، ومنها أن الترتيب واجب في صوم شهري الكفارة بنص القرآن والسنة والإجماع، ثم اتفق المسلمون على أنه إذا قطع لعذر لا يمكنه الاحتراز منه كصوم شهر رمضان أو يوم الفطر أو يوم النحر أو أيام منى أو مرض أو حيض أو نفاس ونحو ذلك، فإنه لا يقطع التتابع الواجب. ومنها أن الموالاة في الطواف والسعي أوكد منه في الوضوء، ومع هذا فتفريق الطواف لمكتوبة تقام أو صلاة جنازة. ومنها أن الموالاة في الطواف والسعي أوكد منه في الوضوء، ومع هذا فتفريق الطواف لمكتوبة تقام أو صلاة جنازة تحضر، ثم يبني الطواف ولا يستأنف. فإذا كان مثل هذا التفريق جائزا فالوضوء أولى بذلك، وهذا هو الراجح وهو القول الوسط في هذه المسألة، والله أعلم. آخر فروض الوضوء الموالاة، والمقصود بالموالاة أن يغسل العضو التالي أو يشرع في العضو التالي قبل أن يجف من بعد غسله أو فعله للعضو الذي انتهى منه، يعني لا يفرق بين الأعضاء وإنما يأتي بها متوالية، يغسل وجهه ثم يديه ويمسح برأسه ثم يغسل رجليه متوالية. لكن لو فصل بين هذه الأعضاء، فمثلا غسل وجهه ثم جلس يأكل، أو اتصل به أحد أو اتصل هو بأحد وكلمه حتى جف الوجه نشف الوجه، فإنه لا يأتي إلى الوضوء بغسل اليدين، بل يعيد الوضوء من جديد. لماذا؟ أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه فرق بين هذه الأعضاء عند الوضوء، فغسل بعضا منها في وقت وبعضا منها في وقت. الثاني، أن فعل ذلك أي التفريق مما يكون فيه العبث، كيف يغسل مثلا وجهه ثم
بعد ذلك بعد انقطاع وقت طويل يتم غسل عضو آخر ثم ينقطع ثم يمسح برأسه، فهذا مخالف لما جاء في قول الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، كلها بالواو، ويقتضي التعقيد المتابعة وتعاقب كل عضو بعد الذي قبله مباشرة. وأصرح دليل، أصرح دليل في وجوب الموالاة حديث اللمعة، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على ظهر قدمه لمعة بمقدار الدرهم لم يصبها الماء، قال: ارجع فأحسن وضوءك، يعني أعد الوضوء مرة أخرى. لو لم يكن الموالاة واجبة لقال: ارجع فاغسل هذه اللمعة فقط، ولم يأمره بإعادة الوضوء، لأن هذا أيسر عليه كثيرا وأوفر للماء، لكن لأنه لا بد من الموالاة فلم يكن له أن يغسل المتبقي من رجله وقد جفت أعضاؤه. أما إن كان هناك عذر يمنعه من الموالاة فإن الله جل وعلا قال: فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمرتم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالعذر يجيز للإنسان ما لا يكون له إجازة فعله بدون هذا العذر، وهذا هو الراجح في هذه المسألة. نعم. قال شيخنا حفظه الله: المطلب السابع سنن الوضوء وآدابه، وهي التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أو فعل، ولم يأمر بها أمرا جازما، وبعض السنن والآداب ذكرها الفقهاء وليس لها دليل صحيح، وسأذكر هاهنا بعض ما ذكر في كتب المذاهب دون استقصاء، وأذكر الراجح فيها بإذن الله تعالى. الأول: استقبال القبلة، قال ابن مفلح: ولا تصريح بخلافه، وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل، انتهى. وفي هذا قال شيخنا حفظه الله: وفي هذا نظر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه كان يتحرى ذلك. الثاني: نعم، بعد الواجبات نذكر السنن والآداب المتعلقة بالوضوء، ونذكر منها ما ذكره العلماء ونعقب عليه إن كان هذا عليه دليل أو أن ذكره كان بغير دليل. الأول: قال بعض أهل العلم إنه يسن عند الوضوء أن تستقبل القبلة، وابن مفلح وهم الحنابلة ذكر قال: ولا تصريح بخلافه، وهو متجه في كل طاعة. لكن هذا القول فيه نظر، لأنه لم تدل السنة على استحباب استقبال القبلة عند الوضوء. الذين حكوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا، ولم ينقل واحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى استقبال القبلة عند الوضوء. فالأظهر أن استقبال القبلة ليس من سنن الوضوء ولا من آدابه. نعم. قال شيخنا حفظه الله: الثاني: التسمية في أول الوضوء. اتفق أهل العلم على مشروعية التسمية في أول الوضوء، ثم اختلفوا في حكمها على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها واجبة مع الذكر، وتسقط مع السهو والنسيان، وهو مذهب الحنابلة واختيار الشوكاني وقول لشيخنا ابن باز، واستدلوا بما أخرجه أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ووجهه أن قوله صلى الله عليه وسلم في أول الحديث: لا صلاة لمن لا وضوء له، نكرة في سياق النفي، فتعم الإجزاء والكمال،
فكذلك قوله ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال الشوكاني رحمه الله روي من طرق عن جماعة من الصحابة، وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج بها. قال أبو بكر ابن أبي شيبة ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقال ابن كثير في الإرشاد طرقه يشد بعضها بعضا، فهو حديث حسن أو صحيح. وقال ابن حجر الظاهر أن مجموع الأحاديث تحدث منها قوة فتدل على أن له أصلا، انتهى. القول الثاني أن التسمية في أول الوضوء سنة مستحبة، وهو قول الجمهور، ورواية في مذهب الحنابلة، اختارها ابن قدامة رحمه الله، وهو قول لشيخنا ابن باز رحمه الله، واستدلوا بما يلي: أولا أن القرآن الكريم ورد بالأمر بغسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس ولم يرد فيه التسمية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. ثانيا أن جميع الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا التسمية فيها، مع أن المقام فيها مقام تعليم ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ثالثا وعلى التسليم بصحة حديث ولا وضوء، فالجواب أن المراد لا وضوء كامل، أو أن المقصود به النية. رابعا أن الوضوء طهارة فلا تفتقر إلى التسمية كالطهارة من النجاسة، أو هو عبادة فلا تجب فيها التسمية كسائر العبادات. قال شيخنا ومن مجموع كلام شيخنا ابن باز رحمه الله فيها أنه يشرع في الوضوء قبله البسملة، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدة طرق عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولكن أسانيدها فيها بعض الضعف ومجموعها يرتقي إلى درجة الحسن، فينبغي للمؤمن عند الوضوء أن يسمي الله في ابتداء الوضوء، أما إن نسي ذلك أو جهل ذلك فلا حرج عليه ووضوءه صحيح حتى لو تركت عمدا، لأن أكثر العلماء على أنها سنة، لكن لا ينبغي أن يتعمد ذلك، بل ينبغي له أن يسمي الله في أول الوضوء، والقول بالوجوب فيه نظر، انتهى كلامه. قال شيخنا حفظه الله والراجح أن التسمية في أول الوضوء مسنونة، والاحتياط ألا يتعمد المتوضئ تركها، فإن تركها نسيانا فلا شيء عليه. السنة الثانية من سنن الوضوء التسمية عند الوضوء. إذا أراد المسلم أن يتوضأ يشرع له أن يسمي، وقد قال بعض أهل العلم بوجوب ذلك عند الذكر، عند أن تذكر التسمية أن يسمي وجوبا، مع اتفاق العلماء على أن من ترك التسمية ولو متعمدا فإن وضوءه صحيح. لم يقل أحد من أهل العلم بأن الوضوء لا يصح إلا بالتسمية، لكن اختلفوا بين القول بالوجوب عند ذكر التسمية وبين قول عامة أو أكثر أهل العلم بالاستحباب. والذي يظهر في هذا أن التسمية في أول الوضوء مسنونة، والاحتياط أن لا يتعمد المسلم إذا أراد التوضئ أن يترك التسمية. قال شيخنا حفظه الله واختلف أهل العلم في صيغة التسمية على أقوال: القول الأول بسم الله دون غيرها، وهذا مذهب الحنابلة. القول الثاني بسم الله الرحمن الرحيم، وإن اقتصر على بسم الله فقد حصل فضيلة التسمية، وهذا مذهب الشافعية. فقد حصل فضيلة التسمية، وهذا مذهب الشافعية. القول الثالث صيغة التسمية تحصل بكل ذكر، وهو مذهب الحنفية. والراجح أن التسمية تطلق على بسم الله،
وهي التي جاءت في أحاديث التسمية الأخرى كحديث التسمية عند الطعام ودخول المسجد والخروج منه ودخول المنزل والخروج منه. وإن زاد الرحمن الرحيم فلا بأس، وإن كانت هذه أعني بسم الله الرحمن الرحيم تعرف بالبسملة، تعرف بالبسملة للتسمية. نعم، صفة التسمية هي أن يقول بسم الله، وزيادة الرحمن الرحيم لا يشملها النص الذي جاء بالأمر بالتسمية كحديث التسمية عند الطعام والخروج من المسجد والدخول له ودخول المنزل والخروج منه، إنما بسم الله، لأنه إذا قلت التسمية فالمقصود بسم الله لا البسملة، لأن بسم الله الرحمن الرحيم تعرف بالبسملة لا التسمية. فإذا قيل التسمية يعني بسم الله، وإذا قيل البسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.